الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، برا وكمان دي عندي ربسانة لوكتون دي كتاب ودي برا الأصول الثلاثة كراتيه دور عندي كمان ربسانة عندي كمان ربسانة دجي ألا كمان دي عندي رفانساسا دي انشدا دي عمر عندي أسره نندي كرانيه إيشي دانينا رشما القواعد الأربع، قواعد الأربع لنشلان شنين القواعد الأربعة التي ينقسم هذا المتن إلى ثلاثة أقسام كونغورتو يا كروي كتا، وهي شما المقدمة ده مقدمة دينا وفانين ده عنوان السعادة فانين ده يكندي ده أهمية دراسة التوحيد توحيد ده كراتنزي نمهم ذا كن يا كمي ده القواعد ده يشلا ده جي أولا المقدمة كن بريد مقدمة عنوان السعادة سبب ابتداء المصنف المتن بالبسملة سو دو مالمي متن دا بسم الله لن بريتين زاد شما كان بريد اقتداء بكتاب الله كتاب كمان دي دان نزنغا ونغا نغارو وبالرسل والانبياء عليهم السلام نبيا كان جما ينغاتين نغارو بسم الله بريون كان اندي ميرن دا تاسيا بمن قبله من العلماء والسلف الذين كانت من عادتهم بدء تصانيفهم ومؤلفاتهم بالبسمله شي نغاتورو فوتو مال ما برو توه سلفا كم ذا كذا ناي برو تو كتاب ونذا بري ذن كتاب ولب تو بري ذن بري ذا بدي أرام نون بسم الله ذن أو بسم الله فروم ذن أرنا قدرو شيء بسم الله ذن فروم غنا كن يا كمير من باب التبرك باب دونو تشنا دو برا ماتي بسم الله الكريم سو كما كان جي مريمان سو كما كان جو مايلا دايون بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم ألا كما كم بوا كوركنا رب العرش العظيم كما دونو عرش كم بوي أن يتولاك في الدنيا والآخرة نيا لواريد لمر نمدا لواريد نيا لواري مرو والتر في الدنيا دنا والآخرة لراسون وأن كرو يجعلك وأن يجعلك كرونيا زر مباركا أينما كنت نبرار يسر دن كرم يلا نبرار رسولون قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول جن رحمه الله على شان جمل زمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا كم على رزق كم مؤمن على ردكت ما يما بالو علي على روزنا والدليل قوله تعالى كولك من دين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يقول زنا نقدر البركة رشما هي النماء والزيادة سرية أو ريترا التبرك دون دا طلب النماء والزيادة سرية متى أو دي اللي تنزمتان سرية متى المبارك دون دا هو الذي ينتفع به حيث حل شما ودون شلان فايدة ما أمس شلان فايدتين من دارن زبجا أو شلان فايدتين من الشما داجي وأن يجا مالم يونو التبرك ينقسم إلى قسمين شي تبرك دو إنديو كونغورتو إنديو يكتنا تبرك مشروع تبرك برا ما تنو شراتنا يبي حس حسي مثال ترين مثال له مثل العلمي مثال علمه والدعاء مدايه داي ونحوه ما وسندين سامن سندين سامن زنا فالرجل كم دي يتبرك بعلمه علم زن برا زمجن ودعوته إلى الخير دعوة أما خير بوتون زن برا زمجن فيكون هذا أدو الجن شرب بركة برا روالجن أو يروق لمي لأننا ندير نلنا منه خيرا كثيرا خيرا قوفا لنا نقدره مثال لك كتب الشيخ الإسلامي وغيره شن قرن من الأئمة ما لما بروتو الذين سندلوا وضع الله كما يجنزون في كتبهم زرك توانذين كتوانذر البركة والخير كمان دي تنديرو كي توانزارو خير را برا كمان دي جنازونا برا برا بيجي خير بيجي وانتفعت بها وانتفعت بها الأمة شلا الأمة سوي فايدتنا شرعي نشا شراين أو شرا وزنان برا زمت مثال له أو له شرطنا مالا مثال الصلاة مثل الصلاة في المسجد الحرام مسجد الحرام اللي نمسر ثالثي أو في أو في المسجد النبوي أو مسجد النبوي اللي نمسر ثالثي وأن يجعلك ينزل ممن كم دو إذا أعطي شرط شكر أسكر جن ما دي سر من ينزل النعمة ابتلاء نمر شيك لازم يرزق به وأدلة كثيرة دليل كذا في الذين الله كما دي ونبلوكم بالشر والخير فتنة قل زنا فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي هذا فضلك كما يير ليبلوني ورزقني أشكر أم أكفر أشكرني لا راكر دين نيما درو كردين اسكرا درو كردين اسكرين لا اسكرين با
ومن شكر كما أذكرتنا على فإنما يشكر لنفسه كلام درك أنقرون أشكرون ومن كفر كم أنقرتنا عليه فإن ربي غني كريم كمان ده شيء برواي برواتنا شيء كمان ده تتناي كريم كن جمعي. فأما الإنسان أما شيء كم إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن عليه. وفي الحديث لم إذن أن ثلاثة من بني إسرائيل فأراد الله أن يبتليهم كمان ده سنديا رزبت شراها حديث كروفيت لذنا دجي النعمة شنيما متعلقة بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية وشكرها ينقسم إلى قسمين شنيما لواتا توحيد ربوبية توحيد ألوهية شما دا شا أسكرتلي كونغورتون ديريكتنا تعلق بالله قبل النعمة ألا رو كرتلي كونيما إشنين برونو معناه وهذا النوع فتجري المعادي يتطلب من العبد كنجلا متنا اعتقادا كذت وإيمانا جازما إيمان كم قتا بأن المنعم هو الله نمت مرشما على سبحانه وتعالى فلا يتعلق قلبه بغير الله وليك رنزي اللتون يارن قرره ولا يطلب الخير إلا من الله خير دا على إنيا ورشي زمزي مزي فكما فتو وزنه أن الجنة شي الجنة تطلب شامة من الله سبحانه وتعالى كما كمبو كما حبكت ينن متن لأنه شي هو مالكها شما كنت منزو كذلك أديما الرزق رزق لا يمكن موجب أن لا يمكن أن يطلب إلا من الله موجب ما تنزل سين علينا سبحانه كما تهر وتعالى حبتي كما ديونو وتوكل على الحي الذي لا يموت ني توكل ني كما دون شما رواي دم زين با نيم باي روني برساتني ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا سنددن ابنوين ما الان غرون سنما ابنوين ما اد لا يملكون سرنتي دي نديرو لكم نديرو رزقا رزا سنتي دي فابتغوا من عند الله الرزق رزا ودانا كمان منو يعني عند الله نكمن رضوا دامنا ولا عند غيره ناشن قرونزيني الرزق دو واعبدوه واشكروا له لا عند غيره الرزق لا شن قروني رضوا دامنا نكمن دمنا واعبدوه شعبا واشكروا له وشكر أشكرنا أرني ما دنو التعلق بالنعمة قبل التعلق بالله قبل النعمة تعلق بالله قبل النعمة كندي من ده شكر بعد وقوع النعمة ألا رأس كرتين قاو نعمة رزبتنا إلينا ويكون وزن بالقلب واللسان والجوارح تلما كروة كندوان ملم هذا أيسك وذلك هذا بصدق الإيمان إيمان دين مجرن والاعتقاد كثرت والتسليم التام دون حتى تمواتر بأن الرازق المنعم هو الله سبحانه وتعالى شرط وتما ينما تما يرشما كمان دكمبو وأن كل ما بالعبد أو كنجي عندنا وصو من نعمة هي من عند الله سبحانه وتعالى نعلى إنكارا أو دو كنجي نعمة رسولنا وصو كما إنكارا أكيرو كسرتر وذلك أدي يكرو بالتحدث بنعمة الله ندالي أدقى كارو اللسان يرد وذلك أدي بالتحدث بنعمة الله وحمده نعمة كما ينيرو نعمة زنا دا فندر زنا دا مانات وحمده شرو أسكرت عليها كلا نعمة دين وشكره شرو أسكرت والثناء عليه شاس شانزنغور سبحانه وتعالى لقوله تعالى كولك من دين وأما بنعمة ربك فحديث قلتنا نقدر الجوارح كندون من نعمة دا ينعمة در أسكرت وذلك هذا بتصرف النعمة في الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى أولو نعمة كما ينرتنا دا ديول دو كمان دي أرجزنا رو يرم يرطر ديول كمان دي كلك سرانا رو كلك بالإضافة إلى عمل الطاعات لمرتي تيكندو كندواتي تيكندو تقربا له سبحانه وتعالى كما كمبرو كما حبكته ودرو كارنغتو ننغرو وجتناب تنتت المعاصي أو دون دبسنا دا أو دون أشو وصوة تنتت أو ننغرو امتثالا لأمر إلى مريد ذرا كنغا ننغرو مالميون وإذا ابتلي صبر سا ألا نيا كمان دي سرينيا كم دون نجريزبتيا كنه دي قوتما درنيا سري أبيرو لأن الصبر واجب بإجماع الأمة أمة سمزي سبتوتانا شي كنه دي واجب الناس عند حلول المصائب في الدنيا ينقسمون إلى أربع أقسام. أمثل جنالا مصيبة سنجرة بسيا كنغرت ديورة يكتنا كنغرت فالمر مسخط قرات ما ينبي كن اندي ميد صابر كن اندي ما ينبي كنغرت لاد راض أردت ما يأود أن مصيبة سنجرة بسنا أردت ما ينبي كن ديو ميد شاكر أسكرت ما ينبي التسخط قرات ما محرم
وهو كبيرة من كبائر الذنوب على نير نير زبتيا غراتار شير حرام غتا ايرو شير كبيرة سرو كبيرة بوا كرا كرا انكار ويكون والجن كرو غراتري بالقلب كروا اللسان تلما الجوارح كندوالا فتيرو ولي مصيبة نير زبتيا تلم دن كارو دن غرام من التسخط بالقلب ده قال الامام ابن القيم الجوزية بمعنى بما معناه او ما نزل ده ان بعض الناس امصر لا يتجاسر ان يقول هذا بلسان يقول هذا بلسانه ولكن نفسه التي بين جنبيه تشعر على ذلك بظنه بربه ظن السوء شيء ركس كما كريشم زنجن لارمان جنبا اما ده كارون زن ده كمان جرى زنو دي يقول بقلبه كارون زن قل جن ربي ظلمني كما يوازلم شيء سبحان الله ربي حرمني كما يورد بسي ربي كما منعني ربي حرمني كما يورد بسي ربي منعني كما يورد وما يدد بسي الى اخره هر در در چوتو فمستقل ومستكثر اود شلون يم غم غنر ديو ما بي اري ومستكثر قلت ما بي فتشفي نفسك فتشفي نفسك فهل انت سالم فان تنجو منها تنجو من ذي عظيم التسخط باللسان قرات تلم يرنداش ما يكون بالصياح يلتن برويكو والنياحة برويكو والقول بالويل ويل وي كلان زواجي دي ادي سو قلت ماسو ويا يو دي ادي سو قلت ماسو على شرات والثبور ويت كلان زرو زمتسو واللعن لن نسو والسب لن تسو اي سمسو تلم من كره التسخط بالجوارح عند كندوين غراتير مصيبات بسنار يكون وجن بلطم الخدود فريم فسكا ما كان رابتسو وشق الجيوب كازمم تاي كارنسو ونت في الشعور شعور كندوريم داتاي بريتيزو اي سامسو غراتير او مصيبه نيرو زبسيا غراتير كندن على غراجي مي ارفيريم الصبر نيتري لندا حكمه واجب حرم در واجب باجماع الامه ما لما سماي سبتانا ويجب واجب ان يصبر نيتري بقلبه كارونزن كارون ذا وبلسانه تلم زالا يتر واجب سنا وبجوارحه كندون زتين ذي أسن يتر واجب سنا شرو يقول الإمام أحمد يقول جن ورد الصبر كندي كراتنا في القرآن لرن في نحو 90 موضعا ألمنا في الأرين كراتنا وهو واجب بإجماع الأمة ما لما صمز سبتانا شي كندي واجب درو وهو شي نصف الإيمان ريت إيمانيا كرا فإن الإيمان شيء من النصفان كنقرت نديرو يكتا نصف صبر نصف شكر ريت أنظر كندي ريت أنظر أسكرا مدارج السالكين لابن القيم الأدي الرضا أردي ترندا على مصيبة زبطية أردي تنم أردي تر حكمه مستحب ترانا وهو شما مرتبة أعلى من الصبر مرتبة لنا كندي ما حب كندي ما كريو الشكر أسكرتري حكمه مستحب ترانا سي وهو افضل المراتب واكملها شما مرتبه سمسو افضل زي دانو لما رادي سمسو مرتبه دي سمسو حبكه تنزا كم كم كذب كتان زدان ثانيا كندي من القواعد الاربع اعلم ارشدك الله لطاعته الا ياتي تنزر شمزو ان الحنيفيه مله ابراهيم شي ادين دو حنيف دي شما مله ابراهيم أن تعبد الله وحده كما تنزلون أبني مخلصا له الدين إخلاص صار شرع دينك كمالا دي وبذلك قال له أمر الله جميع الناس كما أمس مصر قلانه وخلقهم لها الشر كما يسندها لكونه كما قال تعالى فوت كما حبكته يقول زنا إيه وما خلقت وي ألنجي الجن جنيا والإنس كمر إلا ليعبدوني وأبصر يا سندي ألنجي بين المؤلف رحمه الله لماذا ندرس التوحيد أبيرو مال ميدايك قلسانا أنديرو أيرو أندي توحيد داكراني الكفار بين المؤلف رحمه الله لماذا ندرس التوحيد نقامرو توحيد دا أندي كراني مال ميون فإذا عرفت صنين نميا أن الله خلقك لعبادته سك نما على عبادة نزر على كونرو نميا فاعلم نوني ان العباده شيء عباده لا تسمى بوتين با عباده عباده بوتين با الا مع التوحيد سي توحيد ربتنا سي توحيد ركندو عباده دا عباده بوتين كما فوت ان الصلاه صلاه لا تسمى جبوتين با صلاه صلاه بوتين با الا مع الطهاره سي نمترك كجار صلاه بوتين توحيد عباده التوحيد بل ان شاء عباده بوتين با فإذا دخل الشرك فشرك جاية في العبادة عبادة سرر جاية فسرت بنتي
كالحدث إذا دخل في الطهارة. ألم أن حدث إسن ونمتار مجاية نمتار دابا ندني ني كندومي بدر وش الشركة كاية كندومي دابا ندنا. فإذا عرفت سني نمي أن الشركة شي شركة إذا خالط العبادة إبادة تسكتي أفسدها بالنجن أدير نمي وأحبط العمل كندودا وبالنجن وصار والجن صاحبه كمنزل من الخالدين في النار. أم دسر كنون دمتو دسر والجن على شر ذلك عرفت دعين من أن أهم ما عليك معرفة ذلك أود كلام واجب سنة رشادة أن تدو لعل الله كمان دي وني أن يخلصك نك كليوزين نسموين من هذه الشبكة شرك ألا نك من السورين وهي شرك بالله الذي قال الله تعالى فيه كمان دي قلتنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كمان دي كم شرك شركة سنة دا غورجن با أما شركة غرور كمان دي كنين سرانا رو غورجن غيرو دجي وذلك عاد بمعرفة أربع قواعد قواعد ديو على نوتن ذكرها الله تعالى في كتابه كمان دي كتاب نتن شاسرتنا. القاعدة الأولى قاعدة كنبريد أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كريديات سندي عليه السلام كريودنا ما عاد مقرون سندي توسانا بأن الله تعالى كما على هو الخالق شما على اجتماعي المدبر لمراد ودور اجتماعي وأن ذلك عليه ركزة زاده لم يدخلهم زندية زكي في الإسلام إسلام رسندية زكي. والدليل قوله تعالى كوليك ما حبكتين قل يا محمد من يرزقكم من الس... قل يا محمد قل قل سنديرو من يرزقكم دولين ديار زوجين من السماء والأرض تليا سميع صندر زوتماو أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر قل لي ما فسيقولون الله على سقوطين فقل قل لي أقل فقل قل لي أفلا تتقون ألا دردن ووا. القاعدة الثانية قاعدة كنين دي مدي أنهم سندري يقولون قل زين ما دعوناهم أبي مارو نيدي سنديا أبت غودودا وتوجهنا إليهم أي مارو نيدي لمرن ذا سنديرو في الانغنزجا سنديا فسكادا إلا لطلب القربة والشفاعة سي ماتدون كارنغتو ألارو كارنغتو ماتدا شفاعة ماتدا ننغرشا أبت كارنغي سن. فدليل القربة دليل دون نم كارنغتو ماتنزايد قوله تعالى كاوريك ما حبكتاين والذين اتخذوا من دونه أولياء سنددا انه الان غرو لا لا رساتنا ما اد ما نعبدهم سندي قلتين اي مره ني سندي عبد كذا الا ليقربونا الى الله زلفا سندي على ركدل كان غرو كان غتورو ني اي ما غدير ني سندي عبد كذا ان الله تودر كما يحكمهم جن بينهم كذا ذا فيما اورهم فيه يختلفون اورن سرا كذا ان كبير سنه مره كما سندي كذا ذا هم جن إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار كمان دي كام دوك كتو ما نردي نقوى كمان دي شقار جنب دي شفاعة لغة من الضم وجعل الواحد اثنين شرعا التوسط للغير في جلب النفع أو دفع الضرر أرش ما تلم لغة شرعا. ودليل الشفاعة دليل الشفاعة دي قوله تعالى كوليك ما حبكتاين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم سندي أبسن ألان قرون أو سندي رفاي داي فاي جنبا تيادرة تيادرة جنبا ويقولون قلتن هؤلاء سندي أي شفعاؤنا عند الله ألا سندي ما شفا من زاون كي قلتن والشفاعة شفاعة الشفاعة تاني شفاعة ندير يكتا شفاعة منفية شفاعة يكتا فرادا ينبي وشفاعة مثبتة شفاعة توتكتا ينبي جي. أقسام الشفاعة شفاعة كونغرتون مثبتة شفارة توتنا هذه هي التي تطلب من الله شما على متن مدو ويشترط شرطتنا فيه فيها سورة شفاء شما الدين أو يك إذن الله بالشفاء بالشفاعة كمان دي كنبر إذن شفاء ديرو ديرو إذن تين كندي مدي ورضاه عن الشافع كمان دي أردتنا شي شفاء تما كم دو شفاء تما دا كمان دي أردتنا كن يا كمل والمشفوع شي شفاء تين ما دا كمان دي أردتنا إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا جيقول كن يندي مرن داره فيما يقدر عليه المخلوق شفا دي كنغرتون زيلان أو دي نكنجي ركتن ما تصح بأربعة شروط شرطة ديولا كل واجين فوتون قوين كراني كم تقوتنا هي منفية شفا دون يوكتا التي شيرون نفاها القرآن لوراني يوكسنا ما وهي التي شما تطلب شمة ما من غير الله ألان قرون كما فوتون فيما أو دي لا يقدر عليه إلا الله
ألا يا ركتم بعد كامل متى حكمها شرك أكبر هم ذي الشرك كرة لن كرام شفاد النشما شفاد شفاد مثبتة توتنا قلتنا ما ألا إذن يشي كمان دي شفات ما دير إذن يشي شفاتين ما دي ألا أرديزنا أد كم شفا ما دير ألا أرديز شفاجين ما دي أرديات الروز أد خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تنص لا يشاركه فيها أحد ندوما شرو شركاتين با ندوما شرو شركاتين با عامة للرسل والأنبياء والملائكة والموحدين والأفراط والأفراط الأطفال الشفاعة العظمى شفاعة كمبر في عمه أبي طالب شفاعة كان جيم عليه خاصة شرطة نسمع أو نزاب طالب كلان أن يخفف عنه العذاب هذا ولا شرك كسكت شفاعته في فتح أبواب الجنة عليه السلام شفاعة زمت شفاعة زمت ما تنا كمان دين تنا ذن إذا فرمت شفاعة النكرو عامة للرسل والأنبياء والملائكة في رفع درجات الموحدين درجات أم ألا ترتودي حبت أد في من أود أن يستحق دخول النار كم دو كنر غانز حكيزنا من الموحدين كم ألا تلوتو ما يسرون كنر غانز واجب سنة ألا يدخلها ولقان يرأى إن شاء الله فيما أو في من كم دون دخل النار كنر غاين من الموحدين أم ألا تلوتو وين كنر غاين بأن يخرج من أكرسر صنير شفا زمن تليرو ألا إن شاء الله فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله شفاعة النفرات ما أرش ما ألين ألن قرن ما تندي فيما لا يقدر عليه إلا الله شد أبمرتي ألانيا والدليل قوله تعالى كولك ما ألين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون كما دي قدنا لوران زلنا قدروا والشفاعة المثبتة شفاعة توتنا ما أدري توتكت ما أدري هي التي تطلب من الله شمانا شفاعة كمان زمتن ما متن ما والشافع شفاعة ما مكرم شجا كرمتنا بالشفاعة شفاعة شا كرمتنا والمشفوع له شفاعة ما دي من رضي الله قوله وعمله كم علي كولين ذي أرددنا وعمله كندون ذي أرددنا بعد الإذن شد ما ينقاو كمان ذي إذن شنا يلندو شفاعة واجن كما قال تعالى فوت كما يقول لنا يدي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه لورن نقول لنا قال القاعده الثالثه قال كنيا كمدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاه والسلام للظهر شيف تجي على اناس ام لا متفرقين في عباداتهم عبادا كتا منهم سرنزا ام دو عليه السلام يتنجر في تذنى الا من يعبد الملائكه من يا ابتوم بيجي ابتوم بيجي ومنهم سرنزا من يعبد الانبياء والصالحين نبيا صالحا ابسن من بيجي ومنهم سرنزا من يعبد الاشجار كسكا ابسن بيجي والاحجار كوا ابسن بيجي ومنهم سرنزا من يعبد الشمس والقمر كنغلا كمبلا ابتوم بيجي وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنديا كريوجي ولم يفرق بينهم كذا يكسي والدليل قوله تعالى كوري كما حبكتاين وقاتلهم سنديا كريوني اللو حتى تكون فتنة حتى لا تكون فتنة حتى إذا شركة بار والجن صورو ويكون الدين كله لله أدين تسمى صلى الله والجن صورو والجن صورو سنديا كريوني والدليل الشمس دي والقمر كنقل أم لا كنقل أبسن كمل أبسن مري قوله تعالى كولي كمان ديلا ومن آياته سورة لمان دين كرا الليل والنهار بنيا كوسوا والشمس والقمر كنقل كمبل أي سما سورة لما كمان ديا نتين كرا كمان ديا تلورو في لجن كرا لا تسجدوا ولي سجنوي للي الشمس كنقل ولا للقمر ولا كمبل ولين دي سجنوي واسجدوا سجنوا لله على الذي ألر الذي شنو خلق ونسن دي ألك سنام درو إن كنتم إياه تعبنا شما أبنو ينولو نما ودليل الملائكة مليالي دليل دي قوله تعالى كوريك ما حبكتاين ولا يأمركم نندي قلان زايدي أن تتخذوا تيور الملائكة مليا والنبيين نبيا أربابا كما رتيور نندي قلان زايدي ودليل الأنبياء دليل دن أملا نبيا أبسنا إلي قوله تعالى كوريك ما حبكتاين وإذ قال تنيا يا محمد صلى كما يقول جن الله كما يا عيسى ابن مريم يا عيسى ترى مريم مي. أنت قلت للناس نيا أمسر كلهم اتخذوني وتيو وأمي يا إلهين ألا إندي من دون الله ألا نقرر تيو نيا كلهم قل جا قال سبحانك تاهر مياكما
ما يكون لي ورا سندي ولزي ان اقول ما ليس لي بحق او حقي يعني ادو قلت له سندي دي ان كنت قلته قل من ولك يعني فقد علمت او نيرنا ما تعلم ما في نفسي او نسك عند انا نما ولا اعلم ما في نفسك او نسك من عند انا ننقي انك انت علام الغيوب كما نسينا كمان دي لورانزن. ودليل الصالحين دليل لا صالحين شما قوله تعالى صالحا ابثين دليل ده أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية. ودليل الأشجار دي والأحجار كواكس كأبا سنة دليل دي قوله تعالى أم لا أسن كأبا سن لا كو أبا سن ما دي كمان دي أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى غيره. وحديث أبي واقد الليثي كراتنا رضي الله عنه قال خرجنا تلوية مع النبي صلى الله عليه وسلم ركن تلوية إلى حنين كرو حنين رو ونحن عندي حدثاء عهد بكفر المسلم تبلنا وللمشركين مشركات رو سدر سدرة كسكا كسلين بدي يعقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم نادي إبالة سرين بل مدشرا لستين ويقال لها ترو قلتين ذات أنواط قلتين. فمررنا بسدرة عندي كسول على كم يكوي فقلنا أن يقول لي يا رسول الله يا لك نجم اجعل لنا ندير دي ذات أنواط كما لهم ذات أنواط غير الحديث. القاعدة الرابعة قاعدة كنديوم دي أن مشركي زماننا مشرك هذا من دي أريد أغلظ شركا من الأولين سيبرو ما كم ذا كذا شركا داري. لأن الأولين سيبرو تورن دا يشركون في الرخاء سيرون فرق سير فرق لن دون شركة سدين ويخلصون في الشدة سايز زكتيا إخلاص سدين. ومشركو زماننا مشرك هذا من دياري ماري شركهم دائم شركة دمغتا في الرخاء والشدة وصن شركة دمغتا كمان ديونو. فإذا ركبوا في الفلك ثم رنجير التمو مسندي ماردي تمبل تبرجا في تمبل تمبل أدي رول جا دعوا الله مخلصين له الدين إخلاص صاروا على أدين على رنيا أدين قدي با أدين على دين أدين قدي با مخلصا مخلصين له الدين أدي رو. فلما نجاهم إلى البرسا كمان سندي برو سندي سلو سندي سطلو يا سلو مارنجي أدين سط كليوزا كذا إذا زبطيا إذا هم يشركون سندي شركة سدين. ننقدره بين المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة مدى خطورة موقف مشركي زماننا مشركا زمن دي أدي تجروان زي إذ هم أشد شركا من المشركين الأولين سي ما زور شركا ذا زكته شركا ذا تشالميو شركا كريديا بروتود ما كم ذا قدنا أيرو. لأن مشركي زماننا يشركون بالله في الشدة والرخاء مشركا زمن دي أدي سيرو فرقة كبكات أو سن شركة سدين. أما مشركو الماضي كرديا كم ذا قدنا ما أعرف فإنهم يشركون في الرخاء سير نم سير حريلا لشركة سدين ويعترفون بالله ووحدانيته في الشدة أدي. فإذا كان الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقل شركا كرديا من زمن ذن كن جمال يتكونوا تنا سنما شركة جناو وكفرهم الله كما يسنديا كرديزية فما بالك بمن شركهم دائم في السراء والضراء أي الاهتمام أي أي لي تمام أي لي تمام مو أم دونه كما سندي دونه سرق كتا سرق فرقة أو سان شركة سرينة فهم كفر من فهم كفار من باب أولى سي ما كرديا أو باب أولى يعني ده على أر ما دري رم دونه سول صلاة يدو ده كمان دي على أوكا لو قلنا ده عندي رسالة مقاضاة عندي رسالة تلت ده على عندي سام مصر وسا كمان دي يا ربي على ما يتوانى فتجري عندي أبو رسانا ما عندي كمان دي سندي عاورس على كمان دي يا ربي دوني ما يروني ده بعدي باوزنا يا على سندي أنجملز ala kaman dia rabbi ala dunia shimune ala andiro shimlu ran yang dia kusin dia muslima sama sor sari ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam wa ala nabina muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.